السلام عليكم، باش جنت مرة مليح. مرحبا بك، انت كوزينه النوغ نار ان شاء الله. نك تارتي نكيسو، تارتي دي كيسو كيزك وخن. المهم تارتي معروفه طازه ذا كوليمان، يعني ايوا ثني زدغن ذا كوليمان، يعني سننت ماني مثل حد ميركا وادي ماني ما ورا ذي كفارن عرست ورا. المهم بدا غاسنت تارتي دي كيسو كيزك وخن، يعني معروف ثاني تيتا زكليمان. ولد اسبانيا قديني موجود، مش وجبو قعم شو زكليمان شو تغا دي ميكادونا موت ايوا نسغتو نسغتني مزيانين ني مني دارت هذا كيسو، مش عاود ما دخلتش شويه وحدس. المهم قشنت جربت ان شاء الله الوصفه، يا هنا الطص صباح الطص، اتمنى ان شاء الله تجربنت. اذا كنتيني غير خو المقادير الطريقه ان شاء الله. المقادير غنحواش غايديت 200 غرام نوام، 80 غرام سكوا، 80 غرام ندهن تري تكسن تقبر زيني بيلا تري تعذب، غايديت ايجنت مجاج الخميرة كيماوية. انا حواش انت غنجاش تمزيانت خونا بذاك الطريقة ان شاء الله. ويسي شي حاشي دي غناوي هذا ستغ اسمد معنا المقادير. كنا تنخاوض كلشي مرة مليح. صافي خبيتي راه انا غنشتي نغي وجد سيدي سيمون. انا سي المول اللي غنك شمول اللي غكا 26 سنتيم وشري سن ادي ستنقارس ما ما كنتش نخدم حاجه صغنك. انا سي المول اللي غنك شي صغيره مخنا شي 26 سنتيم اشتيا ادي سنيسي شويه تنفاق شوف نقارس لسو امون سنيكا هذه نوتة تنكخير زديسة. صافي واش تواني تخاك عشتيني معاك معاك طاف طاف المول خاطر نجي غطاف خاطر كنت ناغي مقادري غنحوايج اخون زي غنعم لاني تا غدا اخر خونا غاديري غنحوايج كريماني غانيك كيزا كوخان تاع تنكيسو غايت هذا 500 غرام كفاك كفاك مهم دي قاوت من دور اسبانيا من ما دي قانس كفاك مش اسبانيا قانس كواك يعني 500 غرام يقلب شو الجبن شنو شنو ديك مهم شي تاع حاودي الجبن وانت وحدس يعني 600 غرام من الجبن دي الجن الا وانت ماركه يا نغيفا وانت ليدل غايده 200 غرام سكوا غايت ذا ابانت متجارين غايت ذا 120 غرام ندهن السيخ غايت ذا ثنين طنجين ثيم قرانين مايزينا عمانت مليح غايت هذا ثغن نشتم قرنت الليمون ونخذك انتينيغ طريقة إنا ما قدري غنحوج
ما واخا كديري الطريقه انك مر المقادير الا الدهن. الدهن في نجدان كاع الكغ كباك ديك 500 غرام تكمر جبن 600 غرام هذه تخضع الكبرد تخضع هنا 300 غرام كل تخضع 300 غرام استخدم جاري طنجرة من الليمون فهمتي غنجي تبقالين مايزينا صافي اخو اختي نخلط كلشي تمس كاع ماشينا لي تمس كاع لاكريم بغيت كنتو راس النيكوا خونا نخلط كلشي تمشينا واخبر انا غير الخليط يخلط مليح خويت نفرغ الدهن 120 غرام صافي غانا غنخليط في وجد خوتي نكب ديال الماء اش تورنتي انت ديج ابو كريمه الصباح خوتي نكب ديال الماء وما قد تغطيتك صوت كفران جي خطيت نسعى هنا تصمد زوقت سكوا كلاس خونا في الكفران 170 درجة اسم الشخص نش سوداي اثنش جن 50 مينوت همني يغيا وين تنانيت الزوق الاختياري شنو ممكن خاص سكوا كلاس ممكن تتزوق زمن تيز خسنت وما خاص تقنت سكوا كلاس نيغ جنت راه كوات ساسنت نيغ وم خاصها تيري تيري تصمد وخاص تقنت بو تيري عاد تحمى
المهم انا تجرب الطريقه هي وخاص تندم نتشام يتفق 100 دي 100 يعني يهون الطاس الصباح ما تعرفش باش انت تاع هذا الكيس يعني هذاك انت عجب يا مهم تمنى ان شاء الله تلاج باش انت الوصفه يا الجديد ان شاء الله في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.